والله الأداء أداء مشرف، وأول حاجة بتبين إن الأداء أداء محترم وكويس إن كل وزير تقدم ببيان بيان متوافي وكافي في كل حاجة، واستلقوا مننا انتقادات وتعليقات ومحدش اعترض ومحدش اتكلم، وكان بجد أداء مشرف، وإحنا فخورين إن إحنا في البرلمان المرة دي، وربنا يكتب الصالح للشعب كله يا رب إن شاء الله.